عليكم احسكم تقرون افكاري. انت واحد تقول سوي لنا بهالاجواء سحلب او قهوه الوز. قهوه الوز صراحه احنا مو من اهلها فما سوي، بس السحلب مره اعشقه مره احبه. فتجهيز المكان تعرفون لان ما عندي مطبخ، كل يوم بشغلكم سالفه ما عندي مطبخ، يصير عندي مطبخ. فتجهيز المكان شوي ياخذ وقت. سحلب انواع بنات، احنا صراحه يجيبه زوجي من مصر، بالنسبة لي مرة مرة بطل. فإذا شفتوا معارض وشفتوا عندهم سحلب مصري خذوا، موجود في المعارض صراحة. كل كوب حطي له ملعقة، عاد أنتي بعدين زيدي الحليب زيدي السحلب حسب الثقل اللي تبينه. فأنا حاطة كوبين ونص تقريبا، يعني أتوقع لا كفاية لأن أكوابي صغيرة. وبنحط سكر، سكر بنات حسب الذوق، ملعقة ونص تقريبا يعني حسب ذوقك السكر. طبعا هنا أنا حاطة الأشياء اللي بتحطونها بعدين فوقه، قرفة، لوز، بستاشيو، جوز هند محمر، شو اسمه الثاني، ورد. المهم هذه الأشياء خلنا نحوسها. أنا أحب في نكهة المستكة، بس ماني حاطة مستكة، بحط ماي زهر أحركه على البارد وبحطه على النار. إذا شفتوه مرة ثقيل زيدوه حليب، شفتوه مرة خفيف زيدي شوي، ذوبي لك سحلب في حليب وضيفيه. حط نقطة ماي زهر، نقطة طبعا المفروض نحطها في الأخير عشان ما تمرر، بس صراحة ما بيمديني سم بسرعة عشان ما تقلبنا. نحن نقعد نحرك لين يتقل، لا تقل برجع لكم. تلاقون سحلب كويس في المهبات جونار او شيء حلو طعمه، روحوا المنتجات الفلسطينيه المنتجات السوريه عندهم سحلب. تبوني شاريه سحلب من سله جرش، اعتقد اني شاريه ما جربته. المهم خلينا نسوي سحلبنا اليوم، مره ثانيه اجرب لكم سحلب جرش واعلمكم. عاد هذا البنات الموجودين يعني هنا في الخبر. واطلق سحلب في الحياه وحطوا عليه اللي ودكم. خليت زيادة شوي لأن أعرف أبو أسوم يحب كثير، بيقول بعد شوي سوي زيادة، عشان ما أسوي سويت زود. خيتكم تحب معاه القرفة، شرايح جوز الهند، يمي. كتري يا حبيبتي كتري. أذن العشاء، بس إحنا عندنا صلى ومغرب وعشاء، فأبونا قاعد ما هو رايح. شلون تسوون بنات حق كشتاتكم وطلعاتكم وتحطين الأشياء اللي تحبينها أنتي هنا؟ طبعاً طبعاً هل يخفى القمر، البستاشيو، اللوز. المهم خليني أحط الأشياء وأوريكم. بالنسبة للورد بنات أنا ما أحب أحطه كثير، أحب أحط شوي، فعشان كذا أخذ بس كم بتلة كذا وأحطها، فأنتوا براحتكم. نسوي له تصوير سريع يعني مش جلسة جلسة. والله هذا هو السحلب اللي تشترينه جاهز، في ناس تسوي في البيت بطحين رز وتطحن ومدري وشو، والله لا يشقينا، موجود جاهز. خلني أتذوق. على ذوقي، حلاه موزون وطعمه مرة يمي، ونكهة المكسرات اللي فوقه شيء أليم. فما في مقادير ولا في وصفة يعني، خلاص هذا انتو شفتوها، اشتروه وسووه.